الحمد لله، السلام عليكم. نرجو الضغط على زر لايك ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء. الصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أخت تسأل عن مجربة، أو يعني تريد أن تتزوج، وصفة أو مجربة سبق وتكلمنا عليها في هذا الأسبوع. أعتقد أنت لم تريها، فسأضع لك الفيديو الآن كي تريها ويراها من أراد أن يتزوج بإذن الله فليتبع هذا الورد. أترككم مع الفيديو. من أرادت أن تتزوج، إن شاء الله. تقرأين هذه الآية التي سطرنا في الشاشة في جلسة واحدة 313 يوميا، 313 في جلسة واحدة. قرأتيها 313، ماذا ستقولين؟ تصلي على النبي مرة واحدة بأي صيغة شئت، تصلي على النبي وتقول: اللهم يا جميع الناس ليوم لا ريب فيه أجمعني بزوج مؤمن. تقولها 7 مرات. اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعني بزوج مؤمن. تقوليها 7 مرات. يعني تقرأين الآية التي قلت 313، صلي على النبي مرة واحدة بأي صيغة شئت: اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعني بزوج مؤمن. تقوليها 7 مرات. تتبعين هذا الورد يوميا إن شاء الله، وسيحقق لك الله الأمنية إن شاء الله، ولكن يوميا إن شاء الله. هذا كل شيء، وأتمنىكم الخير. لا إله إلا الله، 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 لا إله لا إله إلا الله.